الدخل اللي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عندناكم من جديد من قناة عبدو مارتيل. كما كتشوفوا معنا حنا كنتوازلوا فهاد البارتنا هذه للبيع، ثمن 8500 درهم للمترو. وبغيتو تعرفوا على البارتنا أكثر خليكم معنا. هذه هي البارتنا، كتجي على شكل هذا الصالون على الدخلة، هو هذا هو الصالون ما شاء الله اللهم بارك. واحد المساحة كاينة 75 مترو، كاينة 75 مترو وكاينه 77 متر. كما كتشوفوا معنا الدخله ديال الباب على الشكل هذا. ومعنا الاخ الكريم حتى هو باغي شي كلمه لي. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. هنا بالنسبه لنا عندنا 13 فيه 4 ديال لي زابارتمون، وهذه تيموا واخا مازال ما كملش، نصوركم ان شاء الله. هادو بالنسبه للبيبان، هادو راه ديال الشين، الشين ديال الصبليون ماشي ديال الشين، والمزيانين. وبالنسبه لهذا راه لو صالون ديالنا، ممكن تفضوا صالون 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 ديالنا. بالنسبه للشراج راه الكتريك كيطلعوا يهبطوا. بالنسبه هنا للبلافون تبارك الله ما شاء الله انتما راه، وفيه ثلاثه ديال الشعلات، ممكن تزيد تركب السبورت، ممكن دير العود، ممكن تزيد فيه طريات اللي بغيتي تزيدو. راه مازال البارتمان ما كاملاش، ومازال هنا هاد الحيوط هادو ان شاء الله راه باقي عندنا الديكور هنايا. هذا راه بريماسيون، باقي ان شاء الله غادي نديرو ديكوراسيون هنايا. هذا بالنسبه للصالون. غنمشيو بالنسبه هنا على اليمين ديالنا، عندنا هاد غيكون واحد الموبل، غيكون واحد لافابو هنا موبلي بالعود، وغتكون فيه الميغواغ ديالو من الفوق. هذه بالنسبه للضياف. عندنا هنايا طواليط ولا فماه، هذه بالنسبه للطواليط اللي عندنا. وهذا الدوش الثاني اللي هو راه موبل، عندنا كيتكون من موبل هنايا، وعندنا دوش هنايا. هذا الدوش اللي بالرخام، وفي نفس الوقت معاه طواليط. هنا البارتمان هادي فيها 75 مترو، وكاين اللي فيهم 77. عندنا جوج ديال لي زابارتمون فيهم 75 75، وجوج فيهم 77 77. هذه بالنسبه للكوزينه هنايا، هذه بلاصه الثلاجه. هذه هنايا بلاصه الفور، بلاصه الكازينيغ، بلاصه الفور ولا هوت هنايا. وهنايا اللي في ديال لا كوزين كيجيو على الشكل هذا، بلاكارات. وليكويزي هنا راه ماشي بحال بحال، راه كل كوزينه والفصره ديالها بوحديتها، كل كوزينه والفصره ديالها بوحديتها على حسب المساحه ديال البارتمون. وهنا الاطلاله هنايا، هنا راه كاينين، هنا كاينين، هنا اونفاس معنا كاينين فيلات، هنا اللي ياخذ هذا البارتمون هذا اونفاس معاه كاينين فيلات، وهي راه كيبان لك طريق قنيطره. الموقع الاخ من كتجي هاد العمارة؟ هنا حدا القزارة بالضبط طريق قنيطرة، القزارة على يدك ديال اللي من مور اللور ديال القزارة. هاد الشقة كتكون من جوج ديال الغرف وصالون وجوج ديال لي سال دو بان. هذا البيت الأول،
عندنا بلاصه ديال التلفازه هنايا تما بوان تي في وجوج ديال لي بريز. كما كتشوفوا معنا الدخله ديال الشومبر الثاني ما شاء الله اللهم بارك، كتجي واحد الفينيسيون ناضيه من ناحيه القبس والصباغه. خليكم معنا كما كتشوفوا معنا النيو دخل فيها حتى النيو لي سبوت. خليكم معنا باش نتعرفوا على البارطمان مزيان، وغادي نكملوا معكم الفيديو في البارطمان الثانيه. هذه شقه نموذجيه يعني غير شونتيو، مازال فيها الخدمه الاصلاحات، مازال غادي تعاود كامله بالصباغه كرام. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هذا البارطمان الثانيه، الاولى اللي كطل على الفيلات والثانيه كطل على العمارات. الدخله كما كتشوفوا معنا الصالون كيجينا على الشكل هذا اونفاس مع جريده. ايوا خليكم معنا باش تعرفوا على البارطمان اكثر. والثمن راه 8500 درهم للمترو، والمساحه كاينه 75 متر وكاينه 77 متر. والبارطمان كتواجد علينا اخوتي بجوج شومبرات، وكاين دوش بوحدو ولي طواليط بوحدها، يعني بارطمان زوينين من ناحيه الفينيسيون وخدمه زوينه. العمارة كتواجد ببلستر واخوتي. وخليكم معنا الكريم الاخ الكريم يكمل معنا الفيديو. هذه لا كويزين الثانيه اللي غتكون كبر من الاولى اللي شفنا. هنا غتكون بلاصه الثلاجه ان شاء الله، وهذه كامله غتكون كلها غتكون عود. هنا غيكون موبل لافابو موبلي بالمرايه ديالو، وهنا لا ميم شوز. هنايا غيكون واحد لافماه، وغتكون هنا واحد طواليط. وهذا الحمام الثاني اللي تا هو تيتكون من لافابو موبل هنايا، وهذا الدوش هذا طواليط. ثلاثه ديال الاكسسوار، ثلاثه ديال البياسات هنايا. وهذه الدخله ديال البيوتة، الدخله ديال لي شومبر. هذا الشومبر الاول اللي هنا ممكن دير بلاكار، انت عندك الاختيار دير هذا شومبر باغون ولا دير الاخر اللي بغيتي. اللي غيشري ولا يحكم غيشوف فين غيدير الموبل، فين غيدير لي بلاكار ديالو. وهذا راه هنا جوج ديال لي بريز و بوان تي في، وفيه بالكون. وهنا راه قدامك هنا جردة، غادي راه كاملة جردة، وهي راه كاينين عمارات راه كيطلعو تما على حسابنا. كما كتشوفوا معنا هذا هو الشومبر الثاني. كملوا معكم هذا البارطمان، هذه كتجي لا فينيسيون ديالها ناضيه من ناحيه القفص والالومنيوم ديالها بالبالكون ديالها، وكطل على الجريده. كاينه البارطمان الاول اللي مشيتو معنا كطل على الفيلات، وهاد الواجهه هذه اللي كطل على الجريده. وهذاك المشروع الثاني راه محسوب علينا حتى هو. نيا اللي خاصتكم شي حاجه مرحبا. والموقع كما كتشوفوا معنا راه قريب من جميع المرافق الخاصه، قريبه للبيم، وكاينه واحد المدرسه غادي تكون هنايا، وكذلك الكوميساريه كاينه هنا، وقريبه من طريق القنيطره الرئيسيه. اللي خاصته شي حاجه مرحبا، النمره صندوق الوصف تواصلوا معنا. انتم كما كتشوفوا معنا ما شاء الله اللهم بارك الفينيسيون ناضيه ديال البارطمان. الاخوان ما تنساوش تابونا في القناه وبارطاجيو الفيديو فضلا وليس امرا. هانتوما ما شاء الله مبارك. هنا عندنا بلاصه ديال لانتيرفون الكابل الاحمر.
ما نزيدش.